كلنا عارفين ان الظروف اللي فيها البلد اليومين دول بيخليها البورصه في النازل على طول. واضح ان الوضع ده هيفضل شويه. لكن برضو مهما كانت البورصه نازله ففي سهم او اتنين طالعين. والسمسار الشاطر بيكون معاه مايكروسكوب يعرف مين السهمين دول والمكسب فين. انا ما بحكمش على حد بالشكل. الحكم بيبقى بالارقام اخر الشهر. يلا. اشوفكم الاربع اللي جاي ان شاء الله. اعمل لي شاي معاك يا ادم لو سمحت. مفيش اخبار عن سهم كده الواحد يشتغل عليه؟ انت يعني لازم خبر علشان تعرف تشتغل؟ لا ما هو لو مفيش خبر عدل عن السهم هنخلي الناس كلها تبيع واحنا كده نقعد في البيت. عشان كده زي ما بتعرف تخليهم يبيعوا لازم تعرف ازاي تخليهم يشتروا. من غير ما اعرف السهم هيعلى ولا لا؟ وانت يا ابني طلعت على الغيب. ما تفرض خبر حصل في خلال يومين خلى البورصه كلها تعلى. خبر زي ايه؟ قرض كبير، الدولار، حكومة جديدة تتشكل. طب ولو العميل خسر؟ بص يا آدم احنا مش هنضحك على العملاء، بس لو في سهم عايزينهم يشتروه هنقول لهم كل المميزات اللي في السهم ده من غير كذب طبعا، بس مش هنجيب لهم سيرة السلبية. انت ما حدش يقدر يجيب عليك لا كلمة ولا غلطة. ولا ايه؟ ايه؟ ربنا سمى إبليس الغرور الخداع. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ما تخدعناش يعني، تخلوش الدنيا تخدعكم. ولا يغرنكم بالله الغرور. إبليس لما بيحاول يخلي الإنسان شبهه من أكتر الحاجات اللي بيعملها إنه يخليه يتخلق بخلق الخداع ده، المخادعة. الكذب هو الخداع وهو بيخرج على اللسان. ما هو الإنسان هيخدع إنسان إزاي؟ بالتواصل معاه اللي هو معظم الوقت بيحصل بينا كبشر إزاي؟ بالكلام، باللسان. فاللسان خداع، ممكن يكون خداع جدا، خطير. هنا نفهم قول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليه سيدنا معاذ لما في لحظة معينة هو عمال يعلمه إيه الدين بجد وإزاي إيه الحاجات اللي يعملها عشان ينجو وكده، في لحظة قال له أولا أدلك على ملاك ذلك كله، أو كما قال عايز تسيطر وتملك ده كله وتبقى بجد ماشي صح وفي الطريق المظبوط بقى طريق التزكية للنفس توصل لربنا. فقال بلى يا رسول الله. قال له كف عليك هذا اللسان، يعني وأشار إلى اللسان. وهو إبليس خداع وغرور من زمان. يعني تعرف سورة الأعراف وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بيألف قاعد بيخترع من دماغه. هو ده اللي بيعمله الكذاب. هو ده اللي بيعمله، بيخترع بقى، مش قادر يواجه الواقع فبيخترع واقع جديد. ازاي؟ مش قادر يواجه الواقع مثلا لانه مش راضي بيه، مش عاجبه انه يبقى فقير مثلا، فبيخترع واقع جديد يغتني بيه. او مش قادر يواجه الواقع لانه خايف. خايف من الواقع، انت رحت فين؟ اصل انا عملت حادثه. بيخترع واقع جديد. وما اسهل اختراع الواقع الجديد الوهم المتوهم من خلال اللسان. فهو خداع من الأول، عشان كده ربنا سماه غرور. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. ده ربنا مش عايزكم، ربكم مش عايزكم تبقوا ملايكة. إيه عم التهتيش ده؟ أنت بتتكلم في إيه؟ ده بني آدم، ده آدم أصلا مش بني آدم، مخلوق خليفة في الأرض. وده يعني أنت بتتكلم أي حاجة. أو تكونا من الخالدين. طب ما احنا هنبقى خالدين ان شاء الله بعد ما نمر بالامتحان ده والحياة الدنيا اللي هي فرصة ارتقائنا الروحي. فربنا قال ايه هنا؟ فدلاهما بغرور. هبط بيهم بدرجتهم، نزل بيهم، نزلوا من الطاعة للمعصية. بإيه؟ بخداع، بغرور. انا من وجهة نظري الشخصية ده احسن وقت للشباب. زي ما حضرتك شايف البورصة بقى، وبعدين اصل هتوعي اكتر من كده. ها نعمل ايه؟ انت عارف انك اخ، توكلنا على الله. انا بقول لك نشتري الاسهم دي دلوقتي، نتقل عليها شويه وبعدين نبيع عشان نكسب ونقلل الخساره. بص يعني انا رايي اشتري في العربيه للسيارات. بيقولوا عملوا عربيه مصر جديده. هي غالبا اشاعه يا فندم. طب اشتري ولا بيع؟ اعمل ايه؟ الناس كلها بتشتري. هي الدنيا مش واضحه قدامي. انا بكلم حضرتك بصراحه على فكره. اه شكرا.
يا فندم. ايوه يا ادم. تحب اقول لك مبيعاتك كام النهارده ولا انت عارف؟ حضرتك عارف ان اليوم ما فيهوش اي خبر عادل. ليه ما زمايلك ما بطلوش بيع للعمارة بتاعتهم من الصبح؟ يا فندم اصل زمايلي اصلهم ايه؟ مفيش. مفيش. طيب طيب في الشغل. حاضر. حاضر. لو العملاء خسروا النهارده بكره هيكسبوا وتتعوض. انما انت لما حد يقعد على مكتبك اخر الشهر محدش هيعوضك. الو اسماعيل ايه مش سامع؟ ايه؟ شركه قطر هتاخد 90% من اسهم الدواجن؟ حبيب قلبي تسلم يا سمر تسلم. مين هيشتري شركة الدواجن؟ شركة قطرية، شركة الطازج القطري. الخبر ده جالك منين يا ادم؟ من مصدر ليا جوه الشركة. ممكن تشتري لي 1000 سهم؟ اه طبعا يا فندم اتفضلي. انت متأكد من الخبر ده يا ادم؟ طبعا يا استاذي متأكد. اسمع يا ادم، بيع كل اسهم امبارح واشتري في الدواجن. زي ما تحب. تمام يا فندم، ميرسي جدا. فزي ما هو إبليس من أولها نزل بأبونا وأمنا من درجة الطاعة إلى درجة المعصية بخداع فدلاهما بغرور، بيحاولوا يخدع البشرية كلها، عايز يهبط بينا كلنا عن مستوى الآدمية. فطرة الآدمية نفسها هو أن يبقى فيه انسجام ما بين اللي بنقوله بألسنتنا وما بين اللي جوفنا اللي في قلوبنا. يعني اللي ماشي على فطرة سليمة وما بايعش إبليس وما بيشيش على طريق وطريق تدسية للنفس، ما عندوش أصلاً مش أوبشن، مش اختيار إن هو اللي جوه حاجة ولا تعالى بقول غيرها. ما عندوش الحتة دي، ما يخدعش نفسه وما يخدعش غيره. وعلى فكرة أول يعني دايماً الإنسان بيبقى فاكر أول كذبة، للأسف يعني بقول للأسف، ما نفسيش كل الناس يبقى عندهم أول كذبة، بس كلنا بنمر بده. وخير الخطائين التوابون. بتبقى صعبة، بتبقى تقيلة. إحساس إن أنا بعمل جريمة، إن أنا بجيب حق معين وبشيله وبحط مكانه باطل معين على إنه حق، تزييف، قاعد بزيف. بعد شوية الإنسان بيتعود، يعني تلاقي في الحديث الشريف وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب. بقى أسلوب حياة بقى، بيدور عليه يكذب هنا إزاي وهنا إزاي، بقى يعني اختيار معاه موجود متاح، ممكن أستخدم ده كمان، ممكن أقول الحقيقة وممكن أقول حاجة تانية. ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهو إبليس عايز يمنهج الكذب جوه بني آدم حتى يكون أسلوب حياة وأسلوب تعامل بين الأمم بعضها بعضا أصلا في خطته بقى لإفساد الإنسانية. لكن بيبدأ بدي إزاي؟ بيبدأ بأنه يعود الإنسان على أنه ممكن ما يبقاش فيه انسجام. ممكن أقول كلام بلساني ما هواش جوه قلبي، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نوع من أنواع النفاق. أصلاً الإنسان اللي يقينه ضعيف والشياطين بتعمل على إضعاف يقين بني آدم، بيبقى عنده أسباب كتيرة تخليه يخالف الواقع، تخليه يقول بلسانه كلام غير مطابق للحقيقة. على سبيل المثال خايف جداً. الإنسان اللي يقينه قوي ما بيخافش غير من ربنا، وبيخاف من خلق الله في الحق لأنه ده بإذن ربنا ممكن يعاقبه أو كده، لكن غير كده ما بيخافش من حد. وعمره ما خوفه من مخلوق هيبقى أكتر من خوفه من الخالق. فما ينفعش الخوف يخليه يكذب، ما تجيش الحته دي ابدا. لكن اللي بدا نفسيته تشابه نفسيه ابليس وبدا ان هو يتخدع في نفسه ومستعد انه يخدع الاخرين، اول ما بيخاف من حد ويخاف من عقوبه دنيويه او كده، الحل اللي عنده سهل جدا، يقول حاجه تانية. فين الورق؟ في البيت. مش في البيت، مش مهم، ما تعاقبش بس حالك. خوف العقوبه ده سبب بيخلي الناس تكذب، وابليس بيلعب عليه. انت هتتعاقب، هتتعاقب. هيقعد يقول فانت في لحظه معينه لا مش عايز اتعاقب يا عم، طب اعمل ايه؟ قول له خير كده خلاص. سبب تاني خوف الفقر، خوف برضه. عايز رزق، خايف ان انا افتقر، ففي لحظه معينه قرشين لو كدبت هيجوا هاتهم، احنا مش ضامنين. يا عم مش ضامنين ايه؟ وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اللي عايز يبقى كذاب لازم يكون عنده ذاكره كويسه جدا، انه بيكذب على حاجات معينه هنا وهناك، ومحتاج يبقى فاكر كويس قوي قال ايه فين، لانه لو رجع افتكر الحقيقه في لحظه ضاعت كلها.
فمفيش سلام داخلي لاني دايما عامل عامله وخايفه تقفش دايما. تخيل الاحساس ده جالنا كلنا لحظات وخلص. تخيل الحياه بقى عامله كده وامور كبيره في حياتي مبنيه على كده، جوازه بحالها مبنيه على كده، شغل بحاله مبني على كده، علاقات انسانيه بحالها مبنيه على كده. ما ينفعش يعني العيش بالكذب ان انا اعيش كذاب مخالف تماما للفطره الانسانيه. هو ده الهبوط بالانسانيه، الهبوط بالانسان عن مستوى الادميه. فيعني دي لفته لازم الانسان ينتبه اليها، انه مبايعه الشيطان في اللا شعور ومشابهته نفسيا بيخلي الانسان يتسحب خطوه ورا التانية. العملية التنفيذية يا فندم، وجبت لحضرتك الساعة على 10:62 قرش. كمان جبت لحضرتك الألف سهم بتوعك. اتفضل انزل هنا. اشتريت لي 3000 سهم. يا ميرسي. هو حضرتك مضيت مش كده؟ مش فاكر. طب معلش ثانية واحدة، هشوف أمر البيع بس في أوضة التنفيذ وأجي لحضرتك. آدم. مالك؟ في إيه؟ تاني أوردر ما يتمش تنفيذه عشان ما تمضاش. يا عم مش قصة، هي يعني دي أول مرة؟ وبعدين دول كلهم 3000 سهم، اشترهم له بكرة ولا بعده؟ أستاذ نبيل ده بالذات بيسأل على حسابه كل شهر، وإحنا فين وآخر الشهر فين؟ وبعدين جمد قلبك شوية. ولو سعر عيل الصبح هعمل أنا إيه؟ أدفع من جيبي؟ ما تقلقش مش هيعلى. وبعدين هتقول له إيه المرة دي يعني؟ ما نفذتش برضه؟ فيها رفض دي. وبعدين أنت خايف ليه؟ ما أنت لسه الصبح مألف قصة وأخرجتها وعدت. كله بيعدي يا عم آدم. انطر يلا. استاذ نبيل عملت ايه؟ الاوردر اتنفذ يا فندم، بس هساعد حضرتك بس تمضي هنا. تفتكر قيمه السهم هتعلى؟ اكيد يا فندم. شكرا. بتلاقي الانسان اللي بدا يتعود على الكذب بيبتدي يحاول يبرره. بدينا بقى نقسم الكذبة أنواع وألوان، كذبة بيضاء، وبدينا نتخيل أن الغاية تبرر الوسيلة، وده فكر إبليسي محض يعني. أن أنا بكذب علشان الحاجة الفلانية دي، علشان أن النية الحسنة اللي من وراء الأمر، ما أن هي بادية بنية غلط برضو، تبرر أن أنا أقول غير الواقع. بس الفطرة السليمة ترفض طريقة التفكير دي. من مشاكل الكذب برضه على فكره انه بيجيب امراض نفسيه عقليه. يعني في مرض اسمه Multiple Personality Disorder، مرض تعدد الشخصيات. الانسان بيبتدي يبقى عنده شخصيات كتيره منفصله، مش بس انفصاميه، عنده تعدد في الشخصيات. كل شخصيه بتطلع في وقت معين علشان واقع معين هو خلقه بكذبه. فكل كذبه ليها شخصيه. فبعد فتره ما بيلاقيش سلام داخلي لا بمعنى السكينه، ولا بيلاقي سلام داخلي بمعنى انا مين؟ انا مين؟ انا ممكن اكذب على نفسي. انظر كيف كذبوا على انفسهم، سوره الانعام. فابليس عارف كويس ان المجتمع اللي بينتشر فيه الكذب عمره ما ممكن تتبني جسور ثقه ومحبه بين افراده. ما احنا افراد، المجتمع في الاخر مكون من افراد. عشان يتحول الى مجتمع مترابط متعاون على المبادئ والخير وينشر الحق والعدل والخير والجمال في الأرض ويعمر الأرض وكل اللي احنا بنقوله ده، لازم أصلاً تتبني ما بين أفراده جسور ثقة ومحبة. الكذب بيهدم أمل، أي أمل إنه الجسور دي تتبني. إزاي أثق في حد وأنا عارف إنه ممكن أي كلمة بيقولها لي ما تكونش صح؟ يعني من خطوات إبليس إنه يعود البشر على إنهم يخدعوا بعض. كل ده جزء من خداعه للإنسانية في محاولته لإفسادها، ونفسه يفسد مشروع المجتمع البشري. لو عرف بجد ينشر الكذب والخداع في المجتمع يبقى هو بيعرض فكرة المجتمع البشري كلها من أولها لآخرها كده للخطر.